هل راح نشوفوا نبيل عريس قريبا؟ بالك نبيل مش امين قريب نبيل ان شاء الله قريب ان شاء الله الله انا قالوا لي قريب ها هذه قرعجية هذيكم بعد نتحروا تبغي تجي مرحبا بها مواصفات زوجتك المستقبليه زعما لو يقولوا لك نبيل زوجتك المستقبليه اعطينا مواصفات تاعها واش تقول له من السحور ما يكملهم شو والله غير بنادم نتفاهم معاه بنادم نتفاهم معاه ويفهمني ونفهمه هذا ما كان ما نشطرطوش بزاف ما عندك شروط مواصفات تقدر تعطي المواصفات تاعي سير اخرج بلا بالك معليش نخليو لك سلم تعرف المواصفات تاعو معليش والله لا الضحكه فيها في حقينا ولا لا يا خفايا مش من خفايا كاين مشروع ولا ما كاينش كاين مشروع يعني كشفت لقيت وقريب تدخل ولا مازال باش بعاد تلقى شو كاين مشروع خلاص يعني كاين مشروع زواج ارتباط ما كان به ويسو ارتباط زواج يعني قصدي انا كبير 32 عام مازال ارتباط نلم روحي يعني ما كاين ان شاء الله يعني هل من الوسط الفني قلت لكم راه قريب من الوسط الفني انت بنت البلاد ولا لا قول اصلا من بنت البلاد اعتقد راح لازم تكون جريء جدا من بنت البلاد ان شاء الله ان شاء الله من بنت البلاد بنت البلاد بنت البلاد والله والو والله ما اعلم ماشي من البلاد ماشي من الفريق العام من الجزائر من الجزائر قد بنت البلاد يعني ماشي من المحيط المسلسل لا ماشي ما ناش عارفين احنا عارفين احنا عارفين دبلوماسي والله دبلوماسي الله يطيب الله يطيب طيب معليش روحوا بيخليها فستر ولكن كنت أبدو تشوفوا الشيطان الله يزيب شويه لي ريبونس تمام ما بايز ما تنساناش عرضنا برك انا نروح عرس وغرب شابين مرحبا جميل لو يرجع بك الزمن